السلام عليكم، معكم موسى رمضاني من مواليد 1997 بمدينة بشار. صفقة جات عن طريق مدرب هو اللي آمن بيا، كان ديجا شايفني نلعب وهو اللي ربطني مع النادي، وين النادي رسلت لهم الفيديوهات والحمد لله لما شافوا الفيديوهات اقتنعوا ثم الصفقة هذه. صعوبات ما كانش كاين صعوبات تما، باسكو كونه بلد مسلم ما عندكش مشكله كاع، زعما ما غاديش تلقى بروبلام ولا هذا، بلد مسلم تعيش فيها عادي. مثل ما قلت كونه فريق القلب ان شاء الله غادي تجي الفرصه، وان شاء الله نرجع لهذا الفريق من الباب الكبير ان شاء الله. ما ننساوش هو الفريق اللي عنده الفضل في كل شيء اللي راني فيه، هو اللي علمني ابجديه كره القدم، وان شاء الله ان شاء الله نرجع لهذا الفريق من الباب الواسع ان شاء الله، ونقدم اضافه اللي لازمه علينا ان شاء الله. سر الترحال، انا جاي من نوع من اللاعبين اللي نبغي دائما نشوف مغامرات جديده، على بها شغل عندي كل مره كل سنه فريق، ولا يمكن الفريق اللي طولت فيه يكون عام ونص. هذا فرق بزاف اللي خليت فيها رواح حسن، منها جمعية وهران، كاين نادي الرغاية، كاين صفاء الخميس، وين عندي علاقة مع الجمهور ومع المدربين وحتى مع الإدارة. لا نتحدثوا على الفئة الشبانية، كي كنت فئة شبانية كان مدرب واحد اللي هو العوفي جلالي، ونشكره نقدم له الشكر، وسينيور كان مع صفاء الخميس كان مدرب اللي هو الكردي مجدي الكردي، اللي نتمنى له ان شاء الله الصعود اللي هو مع فريق ترجي مصران. كل عام وكيفاش يجي، لكن انا دائما ندير اهداف اللي هي اللي تخليك دائما تواصل في العمل تاعك. انا كل عام خصني نخرج الهداف نتاع الفريق، وان شاء الله ان شاء الله راني نخدم على جال ليكيب ناسيونال باش نلحق لها ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله نلحق ليكيب ناسيونال ان شاء الله يا ربي، هذا هو الطموح تاعي.